من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد جعل الله عز وجل للكون سننًا وقوانين تحكمه وقواعد تسير حركته، فلا يتقدم لاحق على سابق ولا يتأخر سابق عن لاحق. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولقد جعل الله عز وجل هذه السنن ميزانا يضبط قواعد الحياة، ويتحقق به إعمار الأرض والحفاظ عليها الذي هو غاية من غايات الخلق، حيث يقول سبحانه: هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها. ويقول جل شأنه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومما لا شك فيه أن الأمم التي أدركت حقيقة هذه السنن الإلهية وعملت بمقتضاها سادت وتقدمت حتى ولو لم تكن مسلمة، بل ولو لم تكن تدين بدين أصلا، لأن هذه السنن لا تحابي أحدا ولا تجامل مخلوقا. وإن من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب، فلقد خلق الله تعالى الأسباب ومسبباتها وأمرنا بالأخذ بالأسباب. فإذا وجدت الأسباب تحققت النتائج، وهذا قانون عام محكم يجري على الكون كله في كل زمان ومكان. فلكل شيء سببه، فالنار سبب الإحراق، والقتل سبب للموت، والحرث والبذر سبب للزرع، والأكل سبب للشبع، والجد والاجتهاد سبب للنجاح، والكسل والإهمال سبب للفشل، وهكذا. إن الأمر بالسعي في الأرض والعمل فريضة دينية وواجب شرعي ووطني، حيث يقول سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا مفهوم الدين الإسلامي للسعي والجد والعمل والاجتهاد وإعمار الأرض، فلا حجة لنا حين نتخلف تحت أي دعاوى لا تمت للدين بأي صلة، إنما هي دعاوى الخمول والكسل والتخلف عن ركب الحضارة. وإن المتأمل في سيرة الأنبياء والصالحين يجد أنهم اجتهدوا في الأخذ بالأسباب
في كل شؤون حياتهم. فهذا سيدنا نوح عليه السلام كان نجارا، وبعد عمر طويل في دعوة قومه أمره الله سبحانه أن يصنع السفينة، قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وكان يمكن أن ينجيه الله تعالى بقدرته بلا سبب أو عمل، ولكن الله تعالى يعلمنا كيف يكون الأخذ بالأسباب. فاستجاب نوح عليه السلام لأمر ربه وأخذ يصنع السفينة، ولم يتوانى رغم سخرية قومه منه، قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. واستمر في عمله وكافاه الله تعالى فنجاه هو والمؤمنين من قومه. وكان سيدنا داود عليه السلام حدادا، علمه الله هذه الصنعة التي يعود أثرها ونفعها عليه وعلى الناس، قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي قصة نبي الله يوسف عليه السلام كان الأخذ بالأسباب والتخطيط المحكم سببا لنجاة البلاد والعباد من مجاعة مهلكة وخطر محدق. فقد أخذ نبي الله يوسف عليه السلام بالأسباب وأعد خطة طويلة مدروسة لإنقاذ البلاد من مجاعة أحاطت بالعالم كله، فتحقق لبلاده الرخاء والازدهار والحماية والقوة الاقتصادية، وجاءه الناس من كل فج عميق لينالوا من خيرات مصر. وقد ذكر لنا القرآن الكريم ذلك على لسان سيدنا يوسف عليه السلام في قوله تعالى: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهذه السيدة مريم عليها السلام والتي كان يأتيها الرزق رغدا، بصورة تعجب منها نبي الله زكريا عليه السلام، فقال لها كما ذكر لنا القرآن الكريم ذلك على لسانه، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي موقف آخر على الرغم من ضعفها ومشقة الألم يأمرها الله سبحانه أن تهز جزع النخلة ليتساقط عليها الرطب، ولو أراد الله تعالى أن يتساقط دون شيء لفعل، ولكنه تعالى يعلمنا الأخذ بالأسباب وبذل الجهد. قال تعالى:
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولله در القائل توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. وهذا ذو القرنين الذي طوى الله تعالى له الأرض شرقا وغربا، لما مر على القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس، اشتكوا إليه ظلم يأجوج ومأجوج وإغارتهم عليهم وإفسادهم لأموالهم وذروعهم وأنفسهم. قالوا كما قص القرآن الكريم: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فاكفنا شرهم ولك الأجر والعطاء. فسلك بهم طريق الأخذ بالأسباب، واستثمر طاقاتهم المهدرة، وحرك قوتهم المعطلة، وجعلهم يتعلمون كيف يعتمدون على أنفسهم لا على غيرهم في قضاء مصالحهم، فتحولوا بذلك أعوانا له لا عالة عليه. وحكى القرآن الكريم ذلك على لسانه، حيث يقول تعالى: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ثم عندما بذل جهده في الأخذ بالأسباب وأتم البناء، نسب الفضل لله عز وجل، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. ولقد ضرب لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الأخذ بالأسباب في رحلة الهجرة المباركة، حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن التخطيط المحكم والترتيب الدقيق ضرورة من ضرورات النجاح وتخطي الأزمات. فقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم راحلتين، واختار الصاحب الأمين، وحدد الوقت والمكان المناسب للخروج والانطلاق. فخرج ليلا من بيت أبي بكر رضي الله عنه، واختار دليلا ماهرا إيمانا منه صلى الله عليه وسلم بتقديم الكفاءات واستثمار الطاقات مهما اختلفت الأفكار والرؤى أو حتى العقائد. ثم كلف صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة رضي الله عنه بتتبع آثارهما للعمل على إخفائها أخذا بالأسباب، وهو يدرك غاية الإدراك أن الله كفيل به هو وصاحبه. غير أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن سنة الله تعالى في كونه تقتضي الأخذ بالأسباب ثم تفويض الأمر لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، إن الأخذ بالأسباب لا يتعارض ولا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، فإن من علم حقيقة التوكل اجتهد في الأخذ بالأسباب، فالمتوكل الحقيقي يأخذ بالأسباب ويبذل طاقته وجهده ويرد الأمر كله لله صاحب التوفيق والفضل والعون. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي تطبيق عملي لمعنى التوكل على الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير لا تدخر طعاما ولا شرابا غير أنها لا تكسل عن السعي وطلب الرزق، فإنها تبدأ مع الصباح في السعي والانطلاق والبحث، وتعود وقد رزقها الله تعالى من فضله ما يكفيها، فهي تغدو وتروح. وهذه غريزة وفطرة تتسق حركة الحياة، ولو كان عندها ما يكفيها عمرها كله ما كسلت ولا ركنت إلى الدعة، بل تستمر في سعيها وبحثها وخروجها كل صباح. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه المعنى الحقيقي للأخذ بالأسباب في الأمور كلها، وينهى عن التواكل الذي يضر ولا ينفع. ولا نبالغ إذا قلنا إننا نأثم ونظلم أنفسنا وأبناءنا حين لا نأخذ بأسباب التقدم والرقي. فديننا دين العلم والرقي والحضارة والجمال والنفع للناس أجمعين. فقد قال رجل: يا رسول الله، أطلق ناقتي وأتوكل، أو أعقلها وأتوكل. قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. فربط الناقة أخذا بالأسباب لضمان بقائها، أما تركها فأدعى لسرقتها أو ضياعها. ولقد فقه الصحابة والتابعون الكرام ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوه عمليا. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وحينما أتى على قوم لا يعملون فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتكلون. ألا أخبركم بالمتوكلين؟ رجل ألقى حبة في بطن الأرض ثم توكل على ربه فقال: بل أنتم المتكلون. ألا أخبركم بالمتوكلين؟ رجل ألقى حبة في بطن الأرض ثم توكل على ربه. وقال الأزرق بن قيس: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته. وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس. فقال أبو برزة: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
إن منزلي بعيد، فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل. وهذا فهم حقيقي لمعنى الأخذ بالأسباب الذي دعا إليه ديننا الحنيف، الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل، ويكافئ كل مجتهد بقدر سعيه وجهده. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم وفقنا لما فيه صالح ديننا ورفعة شعبنا ورقي بلادنا وسائر بلاد العالمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.